بولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة بتهمة سرقة أكثر من 200 ممهل على شكل دبابيز خاصة بالطريق السيار شرق غرب. تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد فصيل الأمن والتدخل بدوري عبر إقليم الاختصاص بالتحديد عبر الطريق سيار شرق غرب، أين لفت انتباههم سيارة متوقفة بجانب الطريق على متنها شخص واحد. بعد تفتيشية وتفتيش المركبة تفتيش دقيقة تم العثور بصندوق سيارة على 202 ممهل على شكل دبابيز خاصة بالطريق سيار شرق غرب، تستعمل لتنبيه مستعملي الطريق عن محاور الدوارة الهامة وخط التقليل من السرعة. تجدر الإشارة أن نزع هذه الممهلات يؤدي إلى حوادث مرور وبالتالي خسائر بشرية ومادية كبيرة.